هو سوق السمار الذي سيكون إن شاء الله في المستقبل في بومرداس في ما يعرف بخروبة. أما بالنسبة لمعالجة إشكالية سوق الجملة الكائن ببلدية جسر قسنطينة أو ما يسمى بسوق السمار، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ سنة 2015 بعدة مبادرات لإنشاء سوق جملة لهذه المواد الغذائية حسب المقاييس العالمية واحتراماً للشروط البيئية، وذلك بالتنسيق مع كل التجار أولاً وولاية الجزائر العاصمة ثانياً ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ثالثاً. وخلصت كل المبادرات إلى نتائج غير مرضية وغير مقبولة لكونها صعبة التحقيق نتيجة تحفظات الجماعات المحلية والمصالح الفلاحية، والتي سوف نجوزها فيما يلي. كل الأوعية العقارية التي تم اقتراحها تبين أنها غير ملائمة لاحتضان هذا النوع من النشاط، سواء كانت في براقي أو جسر قسنطينة أو خميس الخشنة. ثانيا، موقعها الجغرافي الذي من شأنه أن يشكل خطر بسبب وجود قنوات نقل المحروقات أو الغاز أو المياه، مثل ما تم ذكره في بلدية باب علي بيرتوتا، يعني استحالة إقامة هذا المشروع في بيرتوتا لهذه الأسباب. رابعا، ثالثا، إبداء تحفظات من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كون أغلب هذه الأوعية العقارية ذات طابع فلاحي. للعلم أن الوضعية الحالية في سوق الصمار بين قوسين فوضوي يحتوي على ما يلي 359 محل تجاري مقسم على النحو التالي: 5 محلات مخصصة كمقرات للاستيراد، 271 محل مخصص لتجارة الجملة، 77 محل مخصص لتجارة التجزئة، وست محلات مخصصة كأدوات للتخزين يعني ستوكاج. فإن وزارة التجارة وقصد إيجاد بديل لهذا السوق وامتصاص التجارة الموازية، فإنها قد باشرت بدراسة إمكانية إعادة بعث هذا سوق الجملة المواد الغذائية الكائن ببلدية الخروبة في بومرداس. فيه سوق هناك تابع لمديرية التجارة لولاية بومرداس، كان فيه مبادرة سابقا في بناء محلات فيه 549 سوق، وبالتالي بادرت الآن تبادر وزارة التجارة أكيد بالتنسيق مع السيد الوالي لبومرداس، أكيد بالتنسيق مع الجمعيات اللي تمثل هؤلاء التجار، أن يتم تحويل إن شاء الله عن قريب سوق الصمار إلى سوق خروبة إن شاء الله. وسيكون 549، يعني لو لاحظ أن في سوق الصمار كان 271 محل تاجر، يعني سنأخذ كل أسواق اللي موجودة في العاصمة اللي عندها علاقة ببيع المواد الغذائية جملة، سيتم تحويلها إلى هذا السوق، وسيكون لنا السوق الجهوي الخامس للمواد الغذائية، لأن أردنا أن نقسم 5 أسواق جهوية: واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد في الوسط، واحد في الجنوب الغربي، واحد في الجنوب الشرقي، وهكذا ما يكونش عندنا سوق وطني واحد، بل 5 أسواق وطنية جهوية باش نستطيع أن نمول 58 ولاية.